السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث ازاي تقدر تضيف ملفات السايت ماب والروبوت تكست على الموقع بتاعك، ودول مهمين جدا جدا علشان تخلي الموقع يظهر فيه الأرشفة او يظهر فيه محركات بحث جوجل او بنج او دك دك. دلوقتي انا هقول لك ازاي تقدر تضيف السايت ماب، وده مهم جدا اللي هي خريطة الموقع علشان تخلي المقالات بتاعتك تظهر في محركات البحث جوجل وبالتالي تلاقي فيها زيارات. يلا بينا نشوف الشرح معانا وركز واحدة واحدة، لأن أشرح ثلاث خطوات مش موجودين على اليوتيوب هتخلي الموقع بتاعك حاجة تانية. وهنبدأ نضيف مع بعض الفهرسة بتاعت الموقع أو نخلي الموقع بتاعنا مقالاته تظهر على محرك بحث جوجل. أنت بتروح عندك على أدوات مشرف المواقع، بعد كده بتختار على حاجة اسمها السايت ماب أو ملفات السايت ماب، بتروح عندك على الرابط اللي موجود في الوصف أو التعليقات وبتنسخ اول واحد هنا بتقول له كوبي، وترجع تاني بتضيف sitemap.xml هنا. بعد كده انت على كل اللي عليك بس بتضغط على كلمه ارسال هنا وبتستنى بس يقول لك جاري ارسال ملف السايت ماب، ويقول لك تم ارشفه اللي هو 7 صفحات موجودين عندك علشان لو الموقع بتاعك لسه جديد. بترجع تاني هنا بتعمل ارشفه للصفحات، تمام؟ انت كده عملت ارشفه للمقالات عندك، بتعمل ارشفه للبيدجز اللي هي الصفحات وبتبعتها تقول له هنا اعمل لي على الصفحتين بتوعي. بعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها RSS، بس انا ما انصحش بيها لان انا ما بحبش استعملها. انا هختار الاتوم. انا هقول لك ليه ما بحبش استعمل RSS، علشان في ناس بتحب ان هي مثلا تاخد المحتوى بتاعي او تسرق المحتوى بتاعي من انظمه الار اس اس، فيفضل انك بلاش انك تستخدمها، خليها مركونة في جنب، او لو انت عاوز تضيفها براحتك لو انت ضامن ان مفيش حد يقدر يسرق محتواك مفيش مشاكل. طيب في حاجة تانية كده لازم انت تعملها علشان تخلي الموقع بتاعك يكون ظاهر في الارشفة بتاعة جوجل. كل اللي عليك انك بتروح عندك هنا على كلمة الصفحات او بتختار الصفحات هنا، بعد كده بتختار هنا انشاء صفحة جديدة، ومجرد ما الصفحة بتاعتك تفتح انت على طول بس بتضغط على علامة القلم دي، بعد كده بتقول عرض HTML. بعد كده بتروح عندك برضو على نفس الرابط اللي هتلاقيه في الوصف او التعليقات بتنسخ الكود ده. الفكرة كلها انك تعمل سايت ماب للموقع بتاعك بحيث ان هو يظهر فيه محركات بحث جوجل، وبتكتب هنا الموقع بتاعك في كلمة هنا example.com. لو جيت نقرب كده شوية في example.com المفروض تكتب الموقع بتاعك انت. طيب انا بروح عندي على المشاركات وبنزل تحت كده واقول له عرض المدونة، واقول له هنا كنترول سي وانسخ الموقع بتاعي، وابدأ اضيف الموقع بتاعي هنا بدل example.com، وامسح كل الكلام ده بحيث ان هو يبقى بالشكل ده كده. بعد كده كل عليك انك بتكتب بس وصف للبحث انك بتخليها هنا سايت ماب، تمام؟ سايت ماب هنا، وتقول هنا على الاختيارات تخلي كلمة هنا سماح، بتسمح لأي حاجة أو تسمح لأي تعليمات قراءة يفضل انك تخليها سماح، والوصف هنا بتخليها هنا سايت ماب، وبتضغط على كلمة نشر وتضغط على كلمة تأكيد. بكده الصفحة دي تقدر تقول لجوجل ان دي الصفحة بتاعت السايت ماب بتاعي، يعني حاول ان انت تأرشف المقالات بتاعتي بشكل احترافي اكتر. طيب في حاجة المفروض انك تعملها، في حاجة اسمها عندك هنا الفهرسة في قسم الاعدادات عندك، بتروح عندك على الاعدادات بتنزل تحت كده شوية خالص لحد ما تدور على كلمة حاجة اسمها البرامج الزحف والفهرسة اللي هتلاقيها قدامك دي. انما بس كل اللي عليك لو العلامة دي مش مفعلة حاول تفعلها، وتروح عندك على علامات الصفحة الرئيسية بتخليها all nop all nop، تمام؟ تفعل الاثنين دول، بعد كده بتضغط على كلمة حفظ، وتروح عندك على علامات الصفحات الارشيف والبحث بتضغط عليها ضغطة واحدة كده تخليها نودكس نوب نودكس نوب، تفعل الاثنين دول وبعد كده بتضغط على كلمة حفظ. عندك هنا العلامات والمشاركات والصفحات بتروح على كلمة all nop وتفعل الاثنين دول all nop، بعد كده بتضغط على كلمة حفظ. ومن هنا انت كده خلصت اول جزئية، ونروح على برامج الروبوتس تكست. بتضغط عليها ضغطة كده علشان تبدأ تفعلها ونضيف ملف روبوت تكست. هتروح على نفس الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات، بعد كده انا بنزل تحت كده شوية واخد الكلام ده كله واقول له هنا كنترول سي او كوبي، وبترجع تاني للموقع هنا تاني وتضيف الكلام ده من جديد. لو جيت تلاحظ هتلاقي في حاجة انا اسمها example.com، زي ما احنا اتفقنا بنحط رابط الموقع بتاعنا.
الموقع بتاعك، بعد كده تقول له كنترول سي وتروح هنا كنترول في وتمسح اي زيادات كانت موجودة عندك. هتروح برضو على HTTPS دي وتاخدها كلها لحد .com ونقول نمسح السلاش بحيث ان هو يبقى بالشكل اللي قدامك ده كده. بعد كده كل اللي عليك بس انك تضغط على كلمة حفظ وكده احنا ضفنا ملفات الروبوت تكست. طيب دلوقتي عايزين نعمل اختبار لملف السايت ماب بتاعنا اللي احنا ضفناه على بلوجر. كل عليك بس انك بتروح عندك على جوجل سيرش كونسول روبوت تكست تستر، بعد كده بتروح تنسخ اللي احنا ضفناه هنا، بتروح على الاعدادات بعد كده ملف وتعمل كنترول A كنترول C او تعمل هنا كوبي، وبعدين ترجع هنا تاني بتضيف عندك هنا اللي هو الروبوت تكست. دلوقتي لو في اي خطأ عندك هنا لازم ان يتصلح. قال لك في خطأ هنا ان هو مش متضاف HTTPS، بتروح تعمل هنا وتعمل العلامة دي اللي هي سلاش وبتنسخ نفس الكلام ده تاني وتروح تتأكد من تصحيحه على الملف ده بحيث ان هو يكون بالشكل ده كده وتضغط على حفظ. نرجع تاني علشان نضغط على كلمة هنا submit او test، بتضغط على كلمة test الاول لحد ما يقول لك هنا كلمة allowed اللي هو تمام كده الموقع او الروبوت تكست تمام والموقع مؤهل ان هو يترفع عليه روبوت تكست. بعد كده بتقول له هنا على كلمة submit وتضغط تاني submit وبكده انت قال لك هنا success اللي هو تم النجاح او تم وضع روبوت تكست في الموقع بتاعك. انتظر بضع دقائق لحد ما يبدأ ظهور الموقع عندك على جوجل. كده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك وشرحنا كل ارشفة والفهرسة وضفنا كمان ملفات الروبوت تكست علشان تخلي الموقع بتاعك يظهر في محركات البحث الاولى على جوجل. واشوفكم في حلقة جديدة، ياريت ما تنسانيش بلايك وسبسكرايب للقناة ومع السلامة.